مصطلح فلاي ويل في الأعمال. قبل ما نتكلم عنه في الأعمال، بيجي عبارة عن جدافة بيسموها في السيارة، تمام؟ جدافة. الجدافة هاي بتحرك، بتولد طاقة عشان تحرك عمود الكرنك، جميل؟ في الأعمال بدخل في مجال القمع، جواتها دائرة، هذا اسمه فلاي ويل. يبدأ بأنه في ناس غرباء، ثم بيصيروا محتملين، ثم بيصيروا متوقعين، ثم بيصيروا كاستمر، ثم بيصيروا بروموت، بروموتر. هون في شيء اسمه الجذب، بعد ما يجذبه بتحول هون العميل لمهتم، ثم بتعول عملية الشراء، وبيجي بالنص في شيء اسمه ديلايت. هون المتعة، بصير العميل عنده متعة، متعة في الشراء. بعدين بصير الجروث، الجروث هو من خلى العميل يصير بروموتر. إذا تعلمت التجارة الإلكترونية وفهمت نظام السيلز فاني بالطريقة الصحيحة، راح تزيد مبيعاتك.